معاناة كثيرة من الفقر والألم والمرض، عوائل كثيرة تتلوى وتناشد من أجل راتب رعاية. اليوم احنا أمام مشهد مأساوي، يعني من الصعب تحمله. عائلة يعاني 4 من أبنائها العوق الشديد بسبب ضمور في الدماغ، أطفال مصابين بهذا المرض ولاديا، قطع راتب الرعاية الاجتماعية على 3 منهم. مراسلنا في الموصل محمود الجماس أعد لنا هذا التقرير وكان في بيت الأطفال 4. خليكم ويانا. شكرا لك زميلي مازن، وقصتنا اليوم من الموصل هي قصة مأساوية عن عائلة موصلية اجتمع عليها المرض والإهمال الحكومي في آن واحد. من أين أبدأ وقد تشابهت البدايات والنهايات؟ دخلنا هذه الغرفة الصغيرة وصدمنا بالمشهد. 4 أطفال فتك بهم مرض وراثي وجعلهم عاجزين عن فعل أي شيء، ورغم عوقهم هذا إلا أن رواتب رعايتهم الاجتماعية قد قطعت عنهم. ويتساءل والدهم: لماذا قطعت؟ ولمن ستكون مخصصات الرعاية إن لم تكن لمثل هؤلاء؟ والله معوقين، تلف بالدماغ، شلل رباعي. كم طفل عندك؟ عندي 5، 4 معوقين وواحدة عايش غير كل شمالية. 4 عندهم رواتب رعاية؟ 3 كان عندهم راتب رعاية، قطعوا 2 خلوا بس 1. هاي الحالة وقطعوا الراتب؟ قطعوا الراتب، نعم، يقولون بس 1 بالعيلة، 1 بالقشيمة من العيلة. طيب والآخرين ما فكروا كيف يعيشوا وكيف يتأمن مصر؟ هاي غير من الحكومة، يقول هاي من راجع دائرة الرعاية بالموصل، يقول والله ما بيدنا شيء من الوزير، يعني من بغداد ما يعمل الشغلة. عاجزين تماما؟ نعم نعم، شلل رباعي، شلل الأطراف الأربعة. انتوا تحركوهم؟ انتوا نعم. ايه نعم، احنا نحركهم، احنا نشيلهم، طعمهم. عجز بدني كامل لا علاج له، وسنوات من المعاناة قضاها هذا الرجل مع أولاده. هذه عبير تخجل النظر إلى الكاميرا، وعبيدة يضحك في وجه من يراه، وبقدر ابتسامته هذه يحمل معها العجز والألم. أما هذه الفراشة فجمال عيونها يحدثنا عن وجعها وعجزها. أطفال غابت حقوقهم ولا قدرة لهم حتى على المطالبة بها، أما والدهم بقي حائرا في أمره ومناشدا من يهمه الأمر للنظر في أمرهم. وضعك المادي البيت العايش؟ والله وضع المادي على الراتب مالهم، وهسه يعني مقاعد، كنت تشتغل سائق تاكسي، هسه صار عندي عجز بالقلب، ما الدكتور منعني من الشغل. يعني منعك تطلع بالسيارة؟ إيه، قال لي أي شغلة ما تشتغل، شغلة لازم يعني راحة، أقل شيء يعني شهرين 3 يعني راحة، ما تطلع بالسيارة ولا تطلع تمشي ولا تطلع بالشمس. هاي كيف مدبر مصرفهم ورواتبهم؟ والله الخيرين موجودين، خيرين ما الله ما يقطع. قال لي بس 1 بالعائلة، ما واحد ما يقول هذول البقية شلون؟ يراد لهم علاجات، يراد لهم حفاظات، يراد لهم أكل، يراد لهم شرب. ما عندك راتب معين؟ 1 بس، راتب 1 مع المعين، البقية ما سجل. ينتظر هؤلاء البسطاء من ينظر إليهم بعين الرحمة بعد أن تقطعت بهم السبل وطحنهم المرض والإهمال الحكومي في آن واحد.